بالغراتان غادي ناخذ اول حاجه هي ناخذ البطاطس نقيوها تقريبا هنا واحد ثلاثة ديال البطاطات نقيتها وقطعتها مربعات صغيره. غناخد اناء فيه ماء ندير فيه شويه ديال الملحه ونخليها تسلق. هنا حكيت واحد جوج مطيشات كبار غنحك عليهم واحد ضرس ديال الثومه. ندير هنا شويه زيت الروميه غير شويه شويه ديال الزيت بلديه شويه ديال الملحه شويه ديال البزار شويه ديال التحميره شويه ديال الكمون شويه هنا ديال القزبر يابس شويه ديال الزعتر ندير شويه ديال القزبر معدنوس ونرد هاد لاصوص على نار حتى تطيب. بعد ما تسلقات لي البطاطا صفيتها وهنا بعد ما وجد لينا لاصوص ديالنا زولناه وخليناه حتى برد. هنا وجدت كفته ديال لاداند درت لها شويه ديال الربيع مقرض قزبر معدنوس واحد الثومه واحد فصيص ديال الثومه محكوكه شويه ديال الزيت الروميه شويه ديال الملحه شويه ديال البزار شويه ديال شويه ديال الكمون وخليتها كطيب. وكيف ما كتشوفوا دابا غناخد المول تاعي مول غندهنو بالزبده غير شويه ديال الزبده نضغط عليها بحال هكا باش تستوي كلها في السطح ما تخليش ليه الفراغات. دير عليها صلصه الطماطم من الفوق بحال هكا ندير الكفته ديالنا اللي وجدنا كطبقه اخيره بالنسبه لاباغير اللي غندير فوق منها عندي هنا جوج ديال البيضات كريمة الطهي وعندي شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح كذلك. الو غناخد جوج ديال البيضات بسم الله ديرلها شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار باش نسمعها ندير شويه ديال الكمون ندير شويه ديال الكريمه نحاول نوزعها ندير الفورماج من الفوق وندخلها الفران حتى تطيب. هنا من بعد ما كيبرد لينا الكغاطا كنحاولوا نقطعوه كيف ما تتشوفوا كيجي بحال هكايا كيف ما تتشوفوا.
نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش الاشتراك بالقناة والبرتاج ديال هذا الفيديو، تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وتخلوا لي التعليقات نتاعكم. غادي نكون مسرورة بالانضمام الى مجموعة كويزين امجد، مجموعة في الفيسبوك. خليت لكم الراحة، ما نطولش عليكم. مع تحيات كويزين امجد.